بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. مالك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: باب من قال يصلى في كسوف الشمس ركعتان كسائر النوافل. عن أبي بكر رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، ودخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية: وذلك أن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات، فقال الناس في ذلك. باب من قال يصلى في كسوف الشمس ركعتان كسائر النوافل. هندي لا علماء فرمون كسوف الشمس يشتنها دو ركعته وكوتيك راين وجه السنة كان اي بالله هردلين دو ركعته كيش لو داني دو ركعته بلا ملا هر ركعته يقدر تشان ركوع هيا دو ركوع هيا جاك لو وريان قرتوها دفرمي فصلى بنا ركعتين ايش يشل ودانيا نابت والي حالي بركعتين يعني بركوعين لا ركعتين باربع ركعات بوشي دائما وثمان قاعده ما هي قاعده اصولي كمجملها ومفصلها مفصله كلا بيش مجملك يا يحمل المجمل على المفصل انك وازن مفصل بيني وخريجي مجمل بي اويك يتمسك بالمجمل ويعرض عن المفصل. هذه طريقة أهل البدع. طريقة أهل البدع هي تركهم للمفصل وتمسكهم بالمجمل. مجمل مطاطة بكيف خوت لك دانوي بوذكي ملك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في سجود القرآن وأنه ليس بواجب. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السجدة ونحن عنده، فيسجد ونسجد معه، فنزدحم حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. ابن عمر ذا فرميت يا ملاي في غنبر بن عليه الصلاة والسلام كآياتي سجدي دخوين دوا سجدي دبرت وإيمش لقال أو سجدي ما عندبر سجدي تي سجدي تلاوة ده فرمه توالي ده هات که هموی لگر الله مجلس دانیش نیست ایوا هموی سوز دبره ده فرمه وای ده هات که یه چگل ایم شوینی نوچوانی دزنه دکوت که نوچوانی لسر زویه که دابنه بوی سوز دکبره و بس دیوه همو ما سوز دمان دبر باش بس لما وجوب ورد جیره تنها مشروعیتا تنها مشروعیتا استحبابی سجودی تلاوه بوی لا عنوان کده لترجمه کده فرموی وانه لیس بواجب واجبني واتاك سجدي لكاتي سجودي تلاوة سجدت نبر قناه بار نابيت ملك. وعن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي عما حضر ربيعة عما لما لما أحسن الله إليكم. لما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر في رواية نافع إن الله لم يفرض السجود إلا أن شاء. بلى الرأي عمر رزاق خوي قوري لبيع فرمي هركس يسجد بري أو أصاب السنة سنتي كردوا كاريشي باسي كردوا أوش كسجد نبا أو لا إثم عليه جناه بار نابع بو جاري كان سجدي بردو سجدي تلاو جاري كان ني بردو عمر رزاق خوي قوري لبيع ملك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب مواضع سجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أو شوية نانيك في عمري خو عليه الصلاة والسلام أو آية نانيك لوي سجدي تلاوي بردوها شوية
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. سورة إنسان وسورة سجدة لو دوانا دفرمي لسجدة سجدة بردوة مالا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. لا سورة الصادش بلى سجدة بردو في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام. وعن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد فيها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: لقد رأيته بعد قتل كافرا. سبحان الله أم حديث قرين قبراك أحمان ليبيت أسود فرمي عبد الله كريم مسعود فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سورة النجم إخوة عندما كجيشت آياتي السجدة سجودي بير كزنما ولا قومك إلا لقل في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام سجدة عمر إلا يكزن به كما شاكر نمو سجدة دبا وتيوم أتشيا مهم ويتو ناو تشاوان كويتا سرزوي مشتي خوليا مشتي المهم لما خولا بردة چي ليبو هل يقرتو بناو تشاواني خوي بنا تي تاومي سجدن برت اما قال تجاريه تو شوين پیغمبرنا كي عليه الصلاه والسلام براي خود شتي چي ترب كي بلا يمش همانشتا عقوبك چي بو عبد الله ده فرمي: لقد رايته بعد قتل كافرا لاخيرا بينم او بيو بكافري كجرا بكافري كجرا برا كانم دزگرتن بسنت نجاتا رزگاربونا لدنيا ولا قيامت سربرزي وسعادة وبختورية فشكردن لسنة في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام وتأويل هنا نوو في هنا نوو بوي لسنة رزقارد ببدعة هنا لدين ده هلاكة هلاكة بوي السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تمسك بالسنة نجا بلان بدعتي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بدعة ضلالة وضلالة تشبو آقرة سنة بدعة فرقية السنة كسي سني شوين كوتي في عمر عليه الصلاة والسلام چي كربي أو دكات كسي مبتدعنا براو بوچوني خوي من پيم وايا من واب باش دزانم أوش بباشا واز لسنة ديني پيم وايا و پيم باشا خوي ديني تناو دينوا أما بدعية بدعش لترازوي شرع دا ضلالته وضلالته يجب أن دوزخ أخوة فنامان دار بوي وريابين برا كانم لقدنا عاقبة الشري أم بياوة شوين بيغمبر نكوت سجدة بريت قلقي هل قرتو بنا وشاواني خوي ونا تيتاو فرقي شي أوان سجدة ينبرت سريان خست السر قل استامن قلقي بنا وشاوانم دينم فرمي قتل كافرا لأخيري دا لأخيري تمني دا أو بياوة بكافري كجرا بكافري كجرا إذن البدعة طريق إلى الضلالة وإلى الكفر أحيانا بدعة رقائك برو قمرائي دادبا دائما وبرو كفر جدادبا جاري وايا بدعة والي ذكاء خسارة دنيا وقيامت بيد فأي قولة فناما بدأ لبدعة بوشي أهل السنة أو أنت داكوشي لتمسك بسنة وخو بارزي لبدعة ذكاء شكا ونتيجة كي نتيجة بدعة بزانة شيا نتيجة بدعة شيا كو ملكس لسردمي صحابة رضاي خواي قوريان لبي كبدعية عند هنا لكوفة أبو موسى أشعري كتولان ونصيحتي كردن إنزاري كردن بردوان بون لسر بدعة كي خوان تاوان لهاد يوم النهروان روجي قتال خوارج وعلي رضا إخوة قولي لبه لقل خوارج كان دجاتي صحابي عند كردو قتال صحابي عند كرد كوم الله يشتر لسر دمي حجاجي كري يوسفي ثقافي شون الله حسني بصري وتي أم بوتي توجد قال إما خروجنا كي توانا كي وتي ما مخالف السنة أميشة مخالف السنة كارج باجنيا قال تيان بيكر بحسني بصري شو ندر وتي أنا معلج كافرة شيا نصيحة مانكا ريمان لي بقري إما خروج ذكين إما بغيرة بوديني إخوة دفر مهمو يان كجران وكسيان لي نجاتي نبو لقال أوانيك خروج يانك نتيجة بدعة ضلالته دجاتي أهل إسلامه
أوي كداعش كردي أوي داعش كردي سند نبو برام بوي عاقبتكان شيء بو عاقبتكان يان بدستي أوان مسلمان كجرا يا خويان كجران يا مسلمان يان كجت يا خويان كجران بدستي كافر شيء أنكر لا الإسلام نصر ولا الأعداء كسروا مال. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. يعني بو پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام سورة والنجم خندوس سجدشت ذا نبل اما بلقي له سرچي له سر ترجمه بابك كفرموي ليس بواجب سجود مال. عن ابي سلمة قال رايت ابا هريرة رضي الله عنه قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا ابا هريرة الم ارك تسجد؟ قال لو لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم اسجد. فرمي ابو هريرة بيني اذا السماء انشقت خندو سجدي برت وتم اي ابو هريرة ابو سلمة ده فرمي اريتهم نبيني سجدت برت تبالي منش كبي عمر نبينا نبيني با سجدي ده برت منش سجدم نده برت بلام لوي سجدي برت منش بويل لي سجدم برت مال. باب قيل لعمران بن حصين الرجل يسمع السجد ولم يجلس لها قال ارايت لو قعد لها كانه لا يجيبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا تسجد إلا أن تكون طاهرا، فإذا سجدت وأنت في حضر فاستقبل القبلة، وإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص. بل لا يسجد إلا أن يكون طاهرا سجدنا با إلا با دزنوجه ونبي أما يعني مستحبة نك واجب به سجدي تلاوة شرط نية بوي دزنوجة تبه ببي دزنوجة سجود تلاوة دبريت ودفرميك سجدت برد وأنت في حضر فاستقبل القبلة وإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. فرمي سجدي تلاوة كلا حضر بيواتت ولا مالوي دانشتوي كسجدي تلاوة دبي ربك قبلة بلام كسوار ولاخيد يعني نام سيارة داي سجدي تلاوة دبي رود لهر شوية يقبل سجدة كتب بيت يشان يبار وشد له قبل نبي. طبعا أفضليته كإنسان ركعته قبل لوكاتي سجدة ده بلى ده فرمي سايب كور يزيد سجدة ده بربو سجود قاص يعني يوم كسي كبون من موعظة يق محاضرة يق دلة آياتك دخوينته آيات السجودة لبي سجدة ده برد تقول ب نيتي قرآن خوين دنيا لير ده بنيتي موعظة بس كاتي قرآن خوين دن بوعد فرمي لبي سجدة ده برد بلى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حكم قصر الصلاة في السفر ومسافته. استباسي قصر الصلاة في السفر زاني لسفر دا أن يشكر ذكريته ومسافة كي تشند مل. عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ فقال تأولت ما تأول عثمان. عائشة خوي رضي خوي قولي لي بفرمديك من بود جيرته يعني بو من باز دكادة فرمي نويش سرتاك فرز بو دورك عد بو طبعا دورك عد فرمي فأقرت صلاة السفر إلا سفر ده هر بدوي ماي ودورك عتي. أحسن الله إليكم. قال باب حكم قصر الصلاة في السفر ومسافته. عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا. عائشة رضي الله عنها بدأ فرمي لسفر نيشهر وكو خوي ما يودو ركعت بلام لحضر كرابة شوار مغرب إيش كرابة بس زهري رحمتي خوي اللي بده فرمي بعروة موت أي بو عائشة بو تي ما دام أو دزاني بو تي بو خوي شوار كعد دكا لسفر فرمي لمكة شوار كعد يكر فرمي تأولت ما تأول عثمان
عثمان رضي اخوي قوري لي بي لمكة يعني كان مدينة قرايه مكة مسافرة كتشي هر شوارك عادي كرت بيان باشا في عمر اخو عليه الصلاة والسلام ليلة دوي كربوشي تو شوار ذكي تأول عثمان تأويل كي تشيبو او بك او خوي با يعني او كاتك اميري مسلمان انا خوي بخاور زانيوا همي بو او هر مملكته هيج فرقينيه اما تاويلي يا تاويلي ترك زور ما بيته والحصل تاويلي كردو انك بليل السفر دا نويج دو ركعت نيه بهمان شوا عائشه رضي الله عنها يقول لي بتاويلي كردو اما درسي شي منهجيتي دا اقام ليبه ان درس منهجيتي شي براكم علماء كبار كاتك اجتهاد دكا لفهم نصك يجتهدون في فهم نص من النصوص فتختلف اقوالهم واراؤهم لا ننكر عليهم ذلك كاتك زانان اجتهاد دكا لتجيشني نصك دا نبي انكاري لبكيت بتنسبه الى البدعه بلا او مبتدعه نابلا وريابه لفهم او حديث دا او حاليبوا لو اني بكابه ما اصاب استأوي عثمان كردي الصواب نبو بلام أو ولم حديثك حالي ببو ابن عثيمين رحمة إخوة قوري اللي بدأ فرمي اختلاف مجتهدين هم خيرة بوش هم خيرة دفرمي أو بوش وازة لحديثك جيشت وتوش بوش وازة تيجيشتي هر وكتشون أصحاب رسول إخوة عليه الصلاة والسلام كاتك في عمر عليه الصلاة والسلام فرموي لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة كز نيجنك إلا نيجي عسنك على بني قريظة نبي عندي شانواتي قيشت النابي بيكن تانقن فعلا نجي النكر بانجي مغربي داوي استنوجي عسري النكر دوا تا قيشت نابي عندي شي تريان للرقا كرديان وتيان ما بستي في عمر اخو عليه الصلاه والسلام او نبو نوجنكين ما بستك اويا كبلبكين سيرك الاجتهاد في الفهم والاختلاف في فهم النص دي قد نكزوتي عثمان بدعي كردوا نكزوتي عائشه بدعي كردوا اما بدعانيه بارك الله فيكم بلام أوي ابن الزبير عبد الله الزبير يكسر وتيان أخطأ ابن الزبير أخطأ السنة بو تكون مجالي تدانية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شوار ركوعي دكرت دبرت أو هيج مجالي تدانية بلاي والله من بشيوازي يشتري لي تي دقم فرمي أخطأ السنة بارك الله فيكم ملا ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا وإن زدنا أتممنا ابن عباس دفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نوز دروش ماي وقصري ذكرت نوجي قصر ذكرت نوز دروش دفرمي إيمش كنوز دروش لشوينك بمينينه وكسفر من بوي كردوا هر قصر جمع ذكين يا هر قصر ذكين بلا ما زياتر به اتمام دكين اگر زياتر به اتمام دكين باشا استا دين سرت مساله فقهيه ان شاء الله فرموا وعن انس رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه الى مكه فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا الى المدينه قلت اقمتم بمكه شيئا قال اقمنا بها عشرا كما عند فرمي لقلب پیغمبر درچوين عليه الصلاه والسلام لمدينه وبو مكه تا قرينه پیغمبر عليه الصلاه والسلام هر دور قاعد ديكر طبعا جق المغرب هذا بسيبه فرمي چنك مانوي دا فرمي دروج ماينوا كواتا دروج قصري كردوا نوز دروج قصري كردوا استعمد مانين دوشت بزانين دوشت بزانين او مسافه كقصري تي دا ذكرت چنده دوهميان أو مدّي كقصر تدا ذكر مدّي إقامة مدّي مانوا لو شوينا كقصر تدا بكره شندا شن روج بمني توبته قصر كي وتاتشن يكبروا يبته قصر كي أما دو مسألة استبعسي لكن إن شاء الله ملك وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله أن توجد أن لا يحل لامرأة تؤمن أحسن الله إليك
أحسن الله إليكم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. وكان ابن عمر وابن عباس يقصران ويفطران في أربعة برود وهو 16 فرسخا. مش بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي أفرد نابت ببي محرم سفر كمسافة سيروش ك دوري أو شوينا سيروش بيت بوينية ببي محرم سفري بوبكات دين فقهاء هندي لفقهاء لم حديثة حكمي قوار دقرن حكمة كتشية دلائي أم حديثة فهمي أويلي دكري كلا سيروش كم تربو بسفر حسابني مسيرة كاري روكا انتو لي روا اگر بكوي تري دو روش برقاو بي دو روش ونيو برقاو بي بوستي او شاريك بوي چوي لوي بيت او ناتواني سفر كي اگر روشتي سي شو سي روش بروش برقاو بي انجا قيشتي تا او شوينا شويني سفرا اي راجح انا راجح نيا هندي اشتري براكانم اسباب ورود حديث و موضوع حديث موضع شاهد نابي لبيركين مساقي حديثك بوشيا ام حديثه بوشي هاتوا ام حديثه بو نهاتو بلا لسير شو سيروش كم تربى سفر حساب نيا وديسان بو نهات وكبلا بو افرت هي لسيروش كم تربى ري روكي بو هي سفركا نا خرج مخرج الغالب يعني مثلا كبرسيار دا في عمر كلاو عليه الصلاة والسلام آفرتك بو فلان شوين بروا كسيشه وسيروجا أو الرقايا فرميتي نابي آفرت سيشه وسيروج سفرك ببي محرم أجر سيشه وكم مطلوب بوا سيروجك حديثي دواتر ندبو كده فرميتي حلالني بو آفرتك إيماني بخواب روجي دوائي هبه ري روي شو روجك سفرك ببي محرم استابو بچند شو روجك كواتا سيروجك خرج مخرج الغالب يجاء في جوابا على سؤال على واقع واقعة حال نك قيدي شي مطلوب معني به قيدني أوا كواتا تونات واني بي حكمي سفر مسافي سفر لم حديثة ورقري بلاي كسيشة وسيروش كم تربي جاور با بي يا بسواري ولاغ سيشة وسيروش بروي چان كيلومتر دكا زور دكا لو كم تر ولا سفرني وبودني قصرتي دلين حكمي سفر لم حديثة أنا ورنا جيري أما شو حكمي كيلي ورد جيري سفر المرأة بدون محرم أمدو حديثة أوي حكمك بابتك أمي أفرد بوينية بي محرم سفرك مسافة شوروجك زياتر شوروجك وزياتريش بوينية سفرك ده بي محرم إلى قلبه بوشي توشي فتنة ديت أفرد ضعيفة توشي فتنة ديت موضوعك أوي ناكري أم بابت بين النو بابتي قصر الصلاة ومسافة سفر ابن عمرو ابن عباس نويجيان كردة كردوا وروجوش يندش كان لرمضان ده كلا سفرك بونايا چند بوايا فرموي أربعة بوردين كشانزة فرسخ دكا كهشتا وهش كيلومتر دكا 16 فرسخ دكاتا چند أربعة بورد هشتا وهش كيلومتر دكا إسلاك ابن عمر وابن عباس أوايان كردوا لما ذهب الشافعي ده أو شو يعني تو سفري بو دكي هشتا وحش كيلومتر بيبودني قصر جماكي 88 كيلومتر بودني بكي ك 88 كيلومتر بو او بوتي السفر كي مثلا ل كركوكه وسفر دكي بو چمچمال چن كيلومتر كما ناغاتا بودني قصر جمكي دي بو بازيان چند بو سليماني چند ها مسافه مادام 88 يا زياتره بو مي سفر كم ايا هيج حديث يقل بيغمري خوا وهاتو عليه الصلاه والسلام تحديدي مسافه سفرك نهاتوا نهاتوا اما نهم وقائعي أعيان حالاتي واقعين كروي داوا هيتشي بو تحديد نهاتوا نصي شي صريح وصحيح نية بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمو بيتي لهشتاو هش كيلومتر كمتر قصر مكان اشتوا نية أي شي بكين والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد كحكمك للشرع داها تحديد نكرا أبو دقريتو أبو عرف في العرف ما هو السفر؟ ما يسمى سفرا في عرف الناس يصح فيه قصر الصلاة وإفطار الصائم. أويل عرف دا بيبو تري السفر
او درست صلاتي تدا قصر كي نجي تدا كرت كي توا ودرستي شا روجي تدا بشتيلي. يعني مثلا على سبيل المثال تولا كم تمالا ودا شي بوكويا لمالا ولا من امرو سفر مهيا بوشوي خير ان شاء الله ولا سفر ذاك بوكويا سفر ذاك بو سليماني سفر مهيا امرو بو كركوك ما دام سفر درستا بل قد شيء وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض كسفر تأكل ما دام سفرة طواب بوتي براكم أما كسي يقول جناح بار دبي دلين بتش دليل جناح بار ما عندك إخوائي جورده فرمي كسفر تأكل أجر حديثك هاتو بلا لو كم تر لهش تواجد كم تر بودنيا دلين سرسر وسر شاومان بلا ما دام نيا أوه كبي بودري سفر لعرف في خلق ده دروس النوجي تدا قصر بكريت وروجوجي تدا بش تشينري بحجي سفر أما موضوعك ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وكمالك العلماء محققة أي أو مدهي كدميني تواجهن ده أو تدفر مئمة كتانوز در روجيش ماوين تواجه مان كردوه لقال بيغماري خواه عليه الصلاة والسلام نوجه مان قصر كردوه أي أقر بيز روج ماي توا دفر مئة أتممنا أو صحابي دفر مئة وكو أو بكين بالا بيها ونعمت هند الأهل علم دفرمون عبرتك بروجك نية عبرتك بوصف تويا هل بقي هذا الوصف فيك مسافرا آية هر مسافر يا صفة سفر نما وتواو نية إقامة هنا على سبيل المثال بان من بينه كاكا يا الله دي سفر عمره ما نهي إن شاء الله أو تشوين عمره أري زحمنا بتو إيش تشي أبو تشي هاتوي ولا كاكا مناتم عمره بكم إن شاء الله سر خير وزيارة مكة ومدينة و أو شوينانا ودقرينا قاتتهم مسافرين دروج ما يتوا تعالى تأخير بوبو دو أنزروج تأخير بوبوبا دو حفتة بوبا مانجك هم مسافرين نيتي إقامة دنيا لمولاتا نيتي إقامة دنيا بلا طلبيك ورد جيري لجامعي إسلامي لمدينة مثلا يا طلبيك إذا شئت هولير بوتي يتشي ولا منهم لهولير هاتوتو لجامعي قلبي تواب ساتو نيت دوايا دا شي شوار صال لويدا ميني توا بس للرقابة تي قصر الجمع كي كجيشتي تي قصر الجمع نما ستخال تواب اللي وين يشتجي دبي شوين الدبي جاو رقاد دبي مستقري كوتاي بها يا كسك دوامي لشاري تشتري وظيفه هي ودبي بتشتو لي بمينه تو بحفته بدروج زياتر كم تر كاك مسافر نيتو بودني سف قصر الجمع اللي بكي بلام كتو هر لسر سفري تو امروس بي ايش كم تواب اذا قريمو او بي دوتري مسافر كواتا الحكم يدور مع العله والوصف نوع من انواع العله حكمك لا قال وصفك تو مسافر يتبل ما دام مسافري قصر جمعك اي مسافرنا ما ينولاك كاكستا من مقيم تواب ريار مداوا من شوار صالم شارد من مو كل يد اخوينك تو مسافرني ليله تو بس للرقاب وتي قصر جمعك بلا احسن الله اليكم قال رحمه الله باب قصر الصلاه بميناء عن نافع رضي الله عنه عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها بلى إذا فرمي قصري صلاة لمنى نشكر كرنا ولا منى أخي منى لقل مكة شي فرقة هر زور نزيك اللي يكتر في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لمنى نجي كر دكر دوا كرتي دكر دوا دور كعتي دكر ده فرمي نافي كره عبد الله ده فرمي لقال في عمر اخوان يجم كد لمينا دور كاد لقال ابو بكر هر دور كاد لقال عمر هر دور كاد لقال عثمان ايش سرتاي خلافتك هر دور كاد دواي عثمان كرديه شوار كاد كرديه شوار كاد اي لو ده ضلين عثمان تاويلي كردوني بيكاوا اسايه ببيع ويك يعني حكمي قرز بدري بس اجتهادي او صحابي ذا رزق اخوي قوري لي به مر. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال يعني حتى أهلي مكة بزان أهلي مكة شكبوا حدش لمنا قصر ذا كان منا ومكة خزور لإجنزيكا هشتا وش كيلومتري تي دا كيلومتر دو بانزي نازم تشاندا مر. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم آمن ما كان بمنا ركعتين وفي رواية ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوه إذا الله هرشاندا أما تدقين غلط لو آيات مقا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم إن خفتم كترستان أبو جهند يكسد وادا زاني ما قيدة كواتا لكاتيك لسفر دا ترسد ترسي دجمند لسرنبي قصر مكا كتشي ليري بيما اندفرمي إما لقلبي عمري خواه عليه الصلاة والسلام
لو بري أمان دابوين لميناو قصري شمان كردو ركعت مان ذكر ونحن أكثر ما كنا قطوة آمنوا يعني لو بري أمانو أسايش دابوين وأشهر دو ركعت مان كير بلا. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال يعني ما بس شيء ما بس براكم ملا لآية تكوري دقرم بس دابي ترس هبه ترس مرجنية ترس هبه لأمنو أسايش دابي سفر هردروستا ملا كاكا لسردين في عمري خو عليه الصلاة والسلام سيارة نبوه وقطار نبوه وتيارة نبوه تبريد نبوه واستامن بإسراحات سواري سياريك دبم لسليمانيو بو هولير بالم داوتو بإسراحات لجير تبريدي سيارة كم دروم كاتا قصري چي روجوش كانني چي نانا برام هر شي وازيك بيتو مادام مسافري خواي قورا ورخصتي بيت داوا هم نيوجكت كوركي توا وهم روجو كشت بوتي بيشتيني ملا. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع يعني وتي إنا لله وإنا إليه راجعون باشا عثمان بوش واركعتي كرت ملا. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ماذا؟ كاتك عثمان رضي أخوي يقول لي بثمان تأويلي ذكرت رأي وابو لمينات شوار كاتي كرت بعبد الله ينوت أي عبد الله إباشة تور شوار كاتي لدوا ذكيت فرمي الخلاف الشر خلاف شر ما دام او امام معنا بيرنوجي مامو دكا تشوارك دكا ايمش شويني دكوين بلام دي فرمو تشي دي فرمو خواي غور ام تشوارم بدور كاد لي قبول كا ممنونم ام تشوارك اتم بدول لي قبول كا ممنونم تك دزانم تشوارك سنه دنيا سنتك دورك عتا ام حديثش فائده شي منهجي تدا بتابتي جنجه برزكان هندجار كومل شتي تو قبول دكيت بو الخلاف شر شكو خلاف شر با تفرق نبي با خلاف نبي وامش بلقي لسر اويك ابن مسعود موضوعي اتمام بجائز دزاني بل قصري بسنة دزاني اتمام شبا جائز زاني وا شكو اگر اتمام بجائز نزاني بايا بغير جائز زاني با اصلا نيدكر بو تو بزاني شتيك دروزني وبيكي چون ديكي هر نايكي كواتا يعني بو نمنتو لسفري شيء أجر شوار كعتد كرت خالفت السنة بلام آية شوار كعتد كرت قبولة إن شاء الله نوجكت صحيحة يا صحيح نية صحيحة بإذن إخوي برودجار آية مع الإثم أم مع الكراهة أما خلاف لسرة أما بلي والله لسفر ده تود دونك أي شوار كي نوجكت بطالة نخير أم قول أخوي بطالة ملا. أحسن الله إليكم قال رحمه الله باب يقصر إذا فارق موضعه وكم المدة التي إذا نواها المسافر أتم يعني أو كتونيتي سفرتي نابون لتم شمال نيت دوايا أمرو السفر كيبو سليماني باشا لمال درتشوي لشار درتشوي يكسر لا تنيج مزقوتي لا تاندا كاتي نوجي نيورويا بوت هيا دور كاتكي جاري دو كيلومتر لتم شمال دور كوتوي توا بلا بوت هيا شكتو لسفر داي الرجاي سفرت قلتو تبر اي كبيتو بنيازي سفر نتشوي والله ايتا او مزقوتي دروي شار دشم ايشك مهيو ديموا نا استابودني قصر كي شكوتو ولا سفرني بو سفرنا هادوي بس كبو سفر بروي للرجال داو با كيلومتر شي لشاركه دور كي بيتوا بوت هي قصر كي مله. وخرج علي فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفه قال لا حتى ندخلها. فرق بين دخول وخروج علي رضا اخوي قوري لي به كاتك لا كوفه شو دروا مالكاني كفار ديار بون زور دور نكوت بوا نيجي قصر كرت طالما لا قرانا وكبلو كوفه قرايوا ايوتيانا وكوفيا تازا بوشي نيجا كان من كرت كينوا او جيشتين فرمي لا حتى ندخل ثاني شي نو ناوشار اما نابينا ومقيم اما هر لسفرين حكم سفر من بو هيا كواتا لدرچون تو لا هاتنيش تو هرت كدرتي مسافري وتنجيت وناوي هر مسافري مال. عن أنس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. أنس دفر ما لقال في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نوجي نيوروما لمدينة كر لمزقوتي في عمر صلى الله عليه وسلم تشاركات كوتي نرقشتنا ذو الحليفة ذو الحليفة شوية أبيار علي ميقات ميقات استا أصلا
بمدينة والكاوة يعني زور دورنية 80 كيلومتر يسيو تيتي دفرمي أكثر لو يتي مانكرت قصر مانكرت فصلى بدر حليفة ركعتين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لو يدور كاتيكر كواتاتو بنيتي سفر رويشتي تدروا كبنيتي سفر رويشتي هر لشار تي تدروا بطي قصر كي ماله. وعن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر يعني دواي قرانوي بعد الصدر يعني دواي قرانوي لميناو بمكة ماله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر إذا أعجله السير با لسر أوما رونكنوي بدين برا كانم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث للمهاجر بعد الصدر يعني بعد الرجوع من منى إلى مكة يعني شني بوهايا إقامي مهاجر لمكة دواي أويك نسوك كاني تواودك دواويك عبادات حج تواودك إمام نووي دفر مما نايو حديثة ويا أوانيك هجرت يانكرت بويان نية دواي توابوني حجك يان لسير رجياتر بمن نوا دويان نية لسير رجياتر دواي توابوني نسوك لشوية بمن نوا لسفر كان بمن نوا مال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب الجمع بين الصلاتين في السفر إذا أعجله السير يعني أما بابتي كترى آية شكاتك جمع بين الصلاتين ذكين يعني دون يشبيك وذكين يورو عصر بيك ومغرب وعشاء بيك هر للرقاء إذا أعجل به إذا أعجله السير يعني كبباليت للرقاء تخيرا بالذي نجن يورو عصر كما ممكن يا تال سفر ببوتي جمعك استا كمال حديث من بودي انتوك لو كاتانا دا كردوية في أغمار إخوة عليه الصلاة والسلام كلا سفر دابو للرويشتين دابو ببالبوا فلما ناي أونية غير أو كاتانش جمع دروز نبيت دروز تا وكوديد إن شاء الله بلى. عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له حسبك لسر هذا كما حديثي بيشو بيشتي برون كنو يجاتر ترجمة كفر ميشي وكم المدة التي إذا نواها المسافر أتم أو مديك مسافر نيتي بمن توت شنيك أجر لوزيا تربو يا أو أندازيبو دب إتمامك أو قصرنك أو حديثي على حضرمي بوشيبو هنا نوا كبي عمر إخو عليه الصلاة والسلام فرموي ثلاث للمهاجر بعد الصدر يعني ثلاثة أيام يعني كسيروج بمن توال مكة دواي نسوك أو بإقامة حساب نية هر مسافرة بإقامة حساب نية المسافرة يعني كواتا أما لو هو مذهبي شافعي وري قرتوا دفر مي كتشوار روج مايته ولا شوينك دبي تشيب كي نوجا كانت اتمام كي كتشوار روج مايته نوجا كانت باتمامي ذكي با مسافر جبي بويا اوي مذهبي شافعي كاتي كذا شي بو حج يا بو عمره بس سي روج قصر جمع ذكا كبو بتشوار روج قصر جمع ناكن بلقى يعني شي بلقى ام حديثه كفي عمر يخو عليه الصلاه والسلام فرمي ثلاث للمهاجر بعد الصدر يعني دواي أو يكلمينا دقرينا وحجتها ودبدينا ومكا سيروش بوين هيب مننا سيروش بوين هيب مننا طالين أم استدلالة غلطة بوجي غلطة فرموي ثلاث للمهاجر لن يفرمو ثلاث للمسافر تايبتة بچه تايبتة بواني كلمكا أو صحابياني كهجرتي عن كربو مدينة اوي كه هجرتي كربو مدينه بوينيه جاري چي تربيت ولا چي لچوي دانيشيت اقامه لچوي بكا لمكه بكا الا وكو مسافر بو يهبه وكو مسافر بو يهبه بوينيه بلوي اقامه بكا او باسي مهاجر دكا مهاجر كان كه هجرتي ان كربو اي اواني كدين بو حج باشا حجا كان كربو ان هي دواي حد سيروج بمنه ولا مكه زياترنا ايم درين امل الدوليك موضوعك ايم الدوليك ترى بس هناك هر كسي سفر كابو هس شارك لسير روج زياتر بوينيه قصر كا هيش بيندي بو هيا بيندي بوونيه كواتا تيجيش نيستا كلام زبي شافعي لسير روج زياتر ما يتودبه اتمام كي بلقى كم حديثه ام حديثه بلقي لسلم بابته بلقنيه بارك الله فيكم. اي كاكا قال سالم قال
قال سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد فقلت له الصلاة فقال سر فقلت الصلاة فقال سر حتى سار ميلين أو ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا أعجله السير. وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يؤخر المغرب فيصليها ثلاثة ثم يسلم ثم قل ما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل. بله ابن عمر رضي الله عنه يقول لي لسفرك وأخر ابن عمر المغرب وكان استصرخ على امرأته صفية بنت أبي عبيد لسفرك خبر ينبو هنا بو ابن عمر وتيان صفية خزانة دو رواياتي رواياتي كانت فرمي وتيان صفية خزان زور نخوشة فرياكوا رواياتي كانت فرمي وتيان صفية خزان مردو فرياي جنازة كيكوا ابن عمر ببلبو بويا وتيان اي ابن عمر الصلاة نجي مغرب بانجي داوة قال سر برو برون موستن فقلت الصلاة قال سر حتى سار ميلين او ثلاثة هرويش انجا لايداو نجي مغربي لقل نجي عشاكر وفرموي من بيغمري خوان بيوشتي من غلطني اشكو بيغمري خوان بني عليه الصلاة والسلام اقر ببلبو على الرقاء او نجي ذكر واتا مغربي دو هذا خصبو شوية بو كاتي عشاء صلاة السلام إخوة جوري لسر بملك مغربي شهر سيذكر طلع من شاهد وركع الذكر قصر وجمع ملك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر السير ويجمع بين المغرب والعشاء. كموي على ظهر السير هيك قيد نية بيان الواقع يعني لو حالة تذكر دويتي أما قيدني بلاي كلا لرويشتن دا نبي لرجع نبي بودني قصر جمع كي نا بونمونا لكركوكا وسفرم كربوس ليماني بوك هولير لرجع هربو ما يقصر جمع كم كجيش ما هوليري شو ماش ما هربو ما يقصر جمع كم تامن مسافر بم كاتا أما هم بياني شيا واقعك ولا واقع دا وصف كلا وكبي عمر شيء كردو عليه الصلاة والسلام أما هيك قيدني تبقى عقد لي به ملا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء في السفر. مغرب عشاء جمع ذكر لسفر. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بونمونا امرو نیتی سفر بوای اگر بونمونه پیش بانجی نیورو کوتپای رگا او نویجی نیورو دواده خس لقل عصر دیکرت جمع تاخیر ای که بانجی نیورو دا انجا دی به سفر کا نه نویج نیورو کی چوار کا عد دکرت چوار تبقا هر چند تو نیتی سفر ته بلم جاره نکوتوی تره لشار در نشوی چوار کا نویجی نیورو دکرت جمع شی نذکر چکه زاره نبوی ته سفر وصف مسافر نیت تو جاره نوجي نيوروي شوار كاد كدو دكوتر كي بانجي عسري داباله دور كاد نوجي عسري دكن بويا هانديكاس كاتك لسر سفرا نوجي نيورو دكاد لبا عسري كاش كي نيم لسر سفري ناتو لسر سفر ني جاري نكو تويتا سفر وصفي مسافر دنيا تا حكمك اي ورقري بودنيا جمعي كي بارك الله فيك الغداء جاي اسمه الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله بارك الله فيك.